لو الحكاية فيها إن فيتو قبل النقطة دي نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان فتحها معايا، فقلت له إحنا ممكن نعمل حاجة كويسة قوي لزمايلنا، يعني إن نعتبره صاحب عمل ويؤدي الاشتراكات الحصتين بتاعته وبتاعت صاحب العمل دي من غير ما يكون مسجل على المنشأة. وحصل تنسيق بيني وبين الأستاذ ضياء رشوان كان مستمر الحقيقة لمدة يمكن 10 أيام، وخدنا قرار وأصدرناه بالفعل باعتبار الصحف الغير مسجل في المنشأة إنه صاحب عمل اعتبارا من 1/1/2021. مجرد إنه يجيب بس شهادة من النقابة بإنه مقيد في سجل المشتغلين يجي يسدد الحصتين وخضع جوه مظلة التأمين الاجتماعي في مصر. الخطوة الثانية إن احنا بنحقق ربط آلي حاليا.